برعاية شركة المحضار للصرافة. مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي قناة حضرموت الفضائية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حيا بالمليون. حيا بالمليون وحيابكم، متحمسين دائما للقائكم وسماع اتصالاتكم ومشاركاتكم. وهذه الحلقة من حيا بالمليون برعاية شركة المحضار للصرافة. مشاهدينا الأعزاء، دائما ما نذكركم بآلية هذه المسابقة. المسابقة عبارة عن 20 رقم، كل رقم يحوي بداخله سؤال، وكل سؤال بجائزة قيمتها 20,000 ريال يمني. ولا ننسى أيضا السحب الذي سوف يكون معنا في نهاية كل حلقة. مشاهدينا الأعزاء، للتواصل معنا الأرقام أمامكم أسفل الشاشة، وهذه الأثناء الإخوة في الكنترول يرحبون بكافة المشاهدين الأكارم، ومنتظرين أكيد اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر الأرقام. بداية مشاهدينا الأكارم، نقرأ عليكم السؤال العام. السؤال العام لهذه الحلقة يقول: من قائل هذه الأبيات؟ شوقتني المكلة وكيف لا أشتاق، شوقتني المجالس وزانت الأشواق، هيا عسى بالتلاقي يا فرحة المشتاق. من قائل هذه الأبيات؟ هل هو الشاعر أحمد سعيد بوسبعة، أو الشاعر حداد بن حسن الكاف، أو الشاعر حسين أبو بكر المحضار؟ حظا موفقا للجميع، ونذكركم مرة أخرى للتواصل معنا، الأرقام ظاهرة أمامكم أسفل الشاشة. معنا أول اتصال، نقول ألو. السلام عليكم مريم. ألو. أهلا وسهلا مريم، كيف الحال؟ الحمد لله. من فين تكلمينا يا مريم؟ من المكلة. مريم من المكلة. طيب يا مريم، آلية المسابقة أكيد عارفتها، واحد من الأرقام اختاريه. رقم 5. نشوف إيش مخبي لك رقم 5 يا مريم. رقم 5 يقول: الحمد لله، رقم 5 معاكي سؤال بسيط، وهو مثل شعبي حضرمي. يقول المثل: أكمل المثل الشعبي، من أجل عين تكرم مدينة أو قرية أو دولة. تكرم إيش يا مريم؟ من أجل عين تكرم مدينة أو قرية أو دولة؟ تكرم مدينة. متأكدة يا مريم؟ أيوه. نشوف الكنترول ونثبت على مدينة. إجابتك صحيحة يا مريم، ألف مبروك، 20,000 ريال يمني مقدمة من شركة المحضار للصرافة. والآن ننتقل يا مريم للسؤال العام. سمعت السؤال العام يا مريم؟ عيد الخيارات. الاختيارات: هل هو الشاعر أحمد سعيد بوسبعة، أم الشاعر حداد بن حسن الكاف، أم الشاعر حسين أبو بكر المحضار؟ حسين أبو بكر المحضار. متأكدة يا مريم؟ إن شاء الله. نقول نثبت على إجابتك، وإن شاء الله يكون حظك موفق يا مريم. أهلا وسهلا، شكرا لك. شكرا لمريم على هذه المشاركة، ونستقبل اتصالاتكم عبر الأرقام الظاهرة أمامكم مشاهدينا الأعزاء. الأرقام موجودة، ومعنا اتصال. ألو. ألو سهام. أيوة. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سهام. هلا. من فين تكلمينا يا سهام؟ من قصيعر. من قصيعر؟ ايوه. يا حي بسهام، وحي باهل قصيعر كلهم. الله يحييك. الله يسلمك يا سهام. طيب يا سهام، عارفة آلية المسابقة صح؟ الكهرباء طافية عندنا. طيب بقول لك، معنا الأرقام من 1 إلى 20، تم اختيار رقم 5، تفضلي اختاري واحد. رقم 2. نشوف ايش مخبي لك رقم 2. يقول الرقم 2: طيب انت رياضية يا مريم ولا لا؟ لا، ماني رياضية. طيب بإمكانك انك تستعينين بحد من اهل البيت، اكيد في حد رياضي. السؤال يقول في رقم 2 يا سهام: من هو بطل الدوري السعودي العام الماضي موسم 2020-2021؟ هل هو فريق الشباب او الفتح او الهلال؟ بطل الدوري السعودي للعام الماضي موسم 2020-2021، هل هو الشباب أم الفتح أو الهلال؟ الشباب أم الفتح أو الهلال؟ يلا يا سهام. الهلال. متأكدة من الإجابة يا سهام؟ سهام.
ايوه ما بلخبط بكنا، خلاص ما دامك قلتي الهلال نثبت على الهلال. ان شاء الله ان شاء الله تكون اجابتك موفقه. نشوف الكنترول ان شاء الله يا رب. إجابتك صحيحة يا سهام، ألف ألف مبروك، ما شاء الله تبارك الله. كل هذا يا سهام وعندك خلفية رياضية، ألف ألف مبروك عليك، 20,000 ريال مقدمة من شركة المحضار للصرافة. الآن يا سهام ننتقل للسؤال العام، أكيد ما سمعتيه. لا ما سمعته. السؤال يقول: من هو قائل هذه الأبيات؟ شوقتني المكلة وكيف لا أشتاق، شوقتني المجالس وازدانت الأشواق، هيا عسى بالتلاقي يا فرحة المشتاق. هل هو أحمد سعيد بوسبعة أو حداد بن حسن الكاف أو حسين أبو بكر المحضار؟ أبو بكر المحضار. متأكدة يا سهام؟ أيوة أبو بكر المحضار. نثبت على أبو بكر المحضار وإن شاء الله يكون حظك موفق معنا في السحب أيضا يا سهام. شكرا لك، أهلا وسهلا. معنا اتصال جديد، شيماء، نقول ألو. السلام عليكم يا شيماء. وعليكم السلام. يا أهلا وسهلا بشيماء، كيفك يا شيماء؟ الحمد لله طيبة. من فين يا شيماء؟ مكلة. من المكلة. طيب يا شيماء تفضلي واختاري واحد من هذه القائمة المليئة بالأرقام. رقم 14. رقم 14، نشوف رقم 14 إيش مخبيلك. يقول الرقم 14: ما هو أسرع حيوان بري في العالم؟ هل هو الديك؟ أم الفهد أم القط؟ ساعدة شيماء، حيوان سريع، هل هو الديك أو الفهد أو القط؟ الفهد. يعني أعتقد أنك تشوفين الفهد وتشوفين الديك والقط بشكل يومي. أيوة الفهد. لكن الفهد أعتقد أنك ما تشوفينه. تفضلي يا شيماء. الفهد. متأكدة؟ إن شاء الله. إن شاء الله نثبت على الفهد ونشوف هل هي إجابة صائبة أم خاطئة. إجابتك صحيحة، ألف ألف مبروك يا شيماء، 20,000 ريال يمني مقدمة من شركة المحضار للصرافة. ننتقل يا شيماء للسؤال العام. أبو بكر المحضار. أبو بكر المحضار، حسين أبو بكر المحضار. أيوة. إن شاء الله تكون إجابتك موفقة وإن شاء الله يكون حظك موفق معنا في هذا السحب. شكرا لك يا شيماء. مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء في كل مكان عبر قناة حضرموت الفضائية، في هذه الأثناء نحن في مسابقة حية بالمليون والتي بدأناها عند الساعة 7، والكل أكيد يعني متحير ويقول نحن متعودين أنه نشوفها الساعة 8، لكن هذا الأسبوع اختلفت المسابقة واختلف الوقت، وبإذن الله يعني يكون هذا الوقت المحدد دائما لهذه المسابقة. المسابقة برعاية شركة المحضار للصرافة. ومشاهدينا الأعزاء للتواصل معنا الأرقام موجودة أمامكم، ما عليكم إلا أن تختاروا واحد من الأرقام وتركزوا جيدا وتجاوبوا أيضا، وبإذن الله يكون الحظ حليفكم. معنا اتصال جديد، ألو. السلام عليكم. رقية. أيوة. كيفك يا رقية؟ بخير الحمد لله. أهلا وسهلا رقية، من المكلة صح؟ أيوة. يا حية برقية. طيب يا رقية تفضلي واختاري واحد من الأرقام. 12. رقم 12، ونشوف رقم 12 إيش مخبيلك. يقول 12، وإن شاء الله يعني هذه تكون عندك خلفية في المعلومات الدينية، هذا سؤال ديني يقول: ما هي آخر سورة في ترتيب القرآن الكريم؟ هل هي سورة الناس أم سورة العصر أم سورة الكوثر؟ ساعدني. آخر سورة في ترتيب القرآن الكريم، أعتقد أنها مش سورة طويلة. الناس. يلا يا مريم، بإمكانك أنك تستشيري حد. الناس. نثبت على سورة الناس ونشوف. إجابتك صحيحة ومبروك عليك، 20,000 ريال يمني مقدمة من شركة المحضار للصرافة. ننتقل الآن إلى السؤال العام. أبو بكر المحضار. متأكدة؟ إن شاء الله. إن شاء الله تكون إجابتك موفقة وإن شاء الله يكون الحظ حليفك في السحب الذي سوف يكون في ختام هذه الحلقة. شكرا لك. معنا اتصال جديد أيضا، ولكن نذكر قبل الاتصال أنه يعني مش ضروري لو الشخص الأول جاوب على السؤال العام بنفس الإجابة يعني أنتوا كلكم تمشون على نفس الإجابة، لا، حاولوا أنكم تشغلون مخكم شوي، تفكرون شوي، عشان يعني لو كان صحيح أو خاطئ
يكون كل واحد جاوب على يقين. معنا اتصال جديد ومعنا فاطمة، نقول ألو السلام عليكم. ألو. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا بفاطمة. رقم 15. فاطمة محمد، تفضلي يا فاطمة واختاري واحد من الأرقام. رقم 15. رقم 15، نشوف يا فاطمة إيش يحمل الرقم 15. الرقم 15 يقول: من هو مخترع الآلة الحاسبة؟ هل هو جوليانو أم نيوتن أم باسكال؟ الآلة الحاسبة أعتقد أنه يعني كل شخص استخدمها، بس ما قد سألنا من هو مخترعها. تفضلي فاطمة. هلو. من هو مخترع الآلة الحاسبة؟ الأول. الأول اللي هو من قصدك جوليانو؟ متأكدة يا فاطمة؟ استشيري اللي حولك يا فاطمة. استشيري الأشخاص اللي جنبك، يعني التغشيش مسموح. فاطمة. باسكال. جوليان ولا نيوتن؟ قصدك باسكال. باسكال. يلا نشوف إيش مخبي لك، نثبت على باسكال ونشوف إن شاء الله تكون إجابتك موفقة وصحيحة. الإجابة صحيحة يا فاطمة، باسكال، وألف ألف مبروك، 20,000 ريال يمني مقدمة من شركة المحضار للصرافة راعي هذه المسابقة. ننتقل الآن يا فاطمة إلى السؤال العام. المحضار. متأكدة يا فاطمة؟ نثبت على المحضار وإن شاء الله تكون إجابتك بإذن الله موفقة. مشاهدينا الأعزاء، نشكر كافة المتصلين اللي كانوا معنا، ولازلنا مستمرين في هذه المسابقة، وكل متصل بإذن الله بينول رضاه من شاشة قناة حضرموت وبرنامج يا حي بالمليون. أكيد مستمرين معكم، وأكيد قائمة الأرقام لازالت مليئة، ولازلنا يعني على أمل أن احنا نستقبل أكبر قدر من الاتصالات من داخل الوطن وأيضا خارج الوطن، فهذه الميزة التي دائما يعني نقول أنها موجودة في برنامج يا حي بالمليون. مش فقط اللي داخل الوطن أو داخل المحافظة يمديهم أنهم يشاركون ويتصلون معنا، لا، المجال مفتوح للجميع، من أي دولة ومن أي مكان يمديه أنه يتواصل معنا ويتصل، وبإذن الله يكون حظه فاله طيب. معنا اتصال جديد. هلا. صفاء محمد، أهلا وسهلا يا صفاء. أهلا. يا أهلا وسهلا يا صفاء. صفاء. تفضلي يا صفاء، عارفة آلية المسابقة صح؟ أيوة. طيب يا صفاء، اختاري واحد من الأسئلة اللي موجودة أمامك في الشاشة. 20. كم؟ 20. رقم 20. أيوة. نشوف رقم 20 وآخر رقم في هذه القائمة إيش يحمل لك. السؤال يقول: ما هي عملة جمهورية مصر العربية؟ هل هي الدرهم أم الريال أم الجنيه؟ الجنيه. متأكدة؟ أيوة. نثبت على الجنيه ونشوف الإخوة في الكنترول وإن شاء الله يكون حظك موفق. الجنيه المصري هي إجابة صحيحة، ألف ألف مبروك عليك يا صفاء، 20,000 ريال يمني مقدمة من شركة المحضار للصرافة. الآن ننتقل إلى سؤال الأسبوع والسؤال العام. سمعت السؤال؟ أيوة. إيش يقول السؤال؟ حسين أبو بكر المحضار. هذا أحد الخيارات، حسين أبو بكر المحضار، يعني متأكدة من هذا الخيار؟ أيوة. نثبت ونشوف بإذن الله يكون حظك موفق معنا. شكرا لك، شكرا لكل الأشخاص اللي تواصلوا معنا. ونشوف الآن اتصال جديد ونقول ألو السلام عليكم. أهلا وسهلا. أيوة. مين معي؟ أيوة معك. معك قناة حضرموت ويا حي بالمليون. من أنت؟ من معنا؟ معك ناهد متابعة. يا أهلا وسهلا، من يكلمنا؟ معك ناهد. ناهد من فين يا ناهد؟ من المكلة. حي. يا أهلا وسهلا بناهد من المكلة. يا حي وسهلا. طيب يا ناهد، القائمة أمامك، تفضلي واختاري واحد من الأرقام. أيوة. رقم 7 معي. رقم 7، نشوف إيش مخبي لك رقم 7 يا ناهد. رقم 7 يقول: ما هو الحيوان الأثقل وزناً في العالم؟ ما هو الحيوان الأثقل وزناً في العالم؟ أيوة. هل هو الجمل أم الحوت الأزرق
أمل أسد. هنا بنختبر معلوماتك بهذا السؤال. الجمل أو طيب. هل هو الجمل؟ أيوة. أو الحوت الأزرق أو الأسد؟ يعني برأيك تعتبرين إيش من هذه الحيوانات اللي ذكرناها هو أثقل وزناً؟ الجمل. الجمل تعتقدين إنه أثقل وزن في العالم؟ هو ما بين الجمل وبين الحوت. اختاري واحد شوفي. يعني ما ينفع إنه بين البين لأنه سؤال بسيط أعتقد يا الجمل. ناهد. الجمل إن شاء الله يكون الجمل يا رب. إيش هو؟ الجمل. يعني تشوفين إنه الجمل أثقل وزناً في العالم يا ناهد. طيب نثبت على الجمل ونشوف وإن شاء الله تكون إجابتك موفقة. للأسف يا ناهد الجمل إجابة خاطئة. أثقل وزناً وأثقل حيوان وزناً في العالم هو الحوت الأزرق. أعتقد أنه يعني في إحدى القنوات الوثائقية التي تهتم بالحيوان ممكن قد يوم من الأيام شفتي هذه المعلومة، لكن للأسف ما حلفك الحظ في هذا السؤال. ننتقل لسؤال الأسبوع والسؤال العام. سمعتي السؤال العام؟ أيوة. طيب يا ناهد تفضلي. أبو بكر المحضار. أبو بكر المحضار. حسين أبو بكر المحضار. أيوة. إن شاء الله يكون حظك موفق معنا في السحب الختامي في هذه الحلقة. شكرا لك. شكرا يا ناهد وشكر لكل المشاركين اللي اتصلوا بنا في هذه الحلقة، ومستمرين معكم مشاهدينا الأعزاء عبر شاشة قناة حضرموت الرسمية. وحي بالمليون. آلية المسابقة بسيطة جدا شرحناها لكم وسوف نشرحها لكم في هذه الأثناء. مشاهدينا الأعزاء نستعد لفاصل إعلاني ونعود إليكم مجددا. هذه الحلقة برعاية شركة المحضار للصرافة. عدنا إليكم من جديد مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي قناة حضرموت الرسمية، وأحيا بالمليون وحياكم أكيد. وسؤال الحلقة يقول: شوقتني المكلة وكيف لا أشتاق، شوقتني المجالس وازدانت الأشواق، هيا عسى بالتلاقي يا فرحة المشتاق. ذكرنا وقلنا أنه شاعر هذه الأبيات أحد هؤلاء الثلاثة، هل هو الشاعر أحمد سعيد بوسبعة أو حداد بن حسن الكاف أو حسين أبو بكر المحضار. طبعا هذه الأبيات قيلت في مدينة المكلة، المدينة الجميلة وحاضرة محافظة حضرموت، وأكيد اللي بيقول هذه الأبيات هو أحد أبناء مدينة المكلة وحواري مدينة المكلة ومقادمة أيضا مدينة المكلة. ما عليكم إلا أن تفكروا وتركزوا قليلا وبإذن الله سوف تصيبوا في الإجابة على هذا السؤال. راعي هذه الحلقة هو شركة المحضار للصرافة، الشركة الرائدة في الجانب المالي والحوالات أيضا المالية، وأرقام المشاركة والاتصال والتواصل أمامكم موجودة على الشاشة، لا يسعكم إلا أن تحاولوا وتكرروا أيضا المحاولة وبإذن الله سوف يكون الحظ حليف الجميع، واللي ما حلفوا الحظ بيحالفوا في حلقة أخرى. معنا اتصال جديد نقول ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا يا سميرة. أهلا فيك إن شاء الله. يا حيا وسهلا، من فين تكلمينا يا سميرة؟ من المكلة. من المكلة، يا أهلا وسهلا بأهل المكلة. أغلب المتصلين معنا ما شاء الله من مدينة المكلة. طيب يا سميرة تفضلي واختاري واحد من الأرقام الظاهرة أمامك. رقم 11. رقم 11، نشوف إيش مخبي لك رقم 11 يا سميرة. رقم 11 يقول: من هو النبي الذي لقب بخليل الله؟ هل هو نوح عليه السلام أم موسى عليه السلام أم إبراهيم عليه السلام؟ عذرا، خليل الله معروف. إبراهيم. متأكدة؟ أيوة إبراهيم خليل الله. نشوف بإذن الله، ما شاء الله من جوابك باين أنك متأكدة. نشوف الكنترول وإن شاء الله تكون إجابتك موفقة. إجابتك صحيحة، إبراهيم هو خليل الله. ألف ألف مبروك عليك، 20,000 ريال يمني مقدمة من تلفزيون حضرموت ومن شركة المحضار للصرافة، ويا حيا بك وحيا بالمليون. ننتقل الآن للسؤال العام. سمعت السؤال العام أكيد؟ أيوة سمعته. طيب إيش هو الجواب؟ أحمد سعيد بسبعة.
مرة أخرى؟ أحمد سعيد بسبعة. أحمد سعيد بسبعة، يعني قصدك هو قائل هذه الأبيات: شوقتني المكلة وكيف لا أشتاق، شوقتني المجالس وازدانت الأشواق، هيا عسى بالتلاقي يا فرحة المشتاق. بنثبت على هذا الخيار وبإذن الله يكون الحظ حليفك إن شاء الله. شكرا جزيلا. يلا عفوا. أهلا وسهلا. شكرا لكل المتصلين معنا في هذه الحلقة، ومعنا اتصال جديد ومعنا معاد. أهلا وسهلا يا معاد. مساء الخير. مساء النور. يا أهلا وسهلا بمعاد، كيف الحال؟ ما والله. يا حيا وسهلا بمعاد. معاد من فين تكلمنا؟ من المهرة، من قشن. من قشن؟ أيوه. يا أهلا وسهلا بأهل قشن، ما شاء الله تبارك الله. طيب يا معاد، قشن مدينة ساحلية جميلة أكيد صح؟ أيوه. إيش اللي تتميز به قشن غير البحر؟ غير البحر، ما عندي غير البحر. آه؟ ماشي، غير البحر تتميز. غير البحر في أهلها الطيبين. أيوه. هذا اللي تتميز به قشن. أيوه. طيب تفضل يا معاد واختار واحد من الأسئلة اللي موجودة قدامك. رقم 16. رقم 16، نشوف إيش موجود في رقم 16. الرقم 16 يقول: ما هو الفيلم العربي الذي ظهر فيها الممثل أحمد حلمي بثلاث شخصيات مختلفة؟ هل هو فيلم كدا رضا، أو الإرهاب والكباب، أو سلام يا صاحبي؟ ما هو الفيلم الذي تحضر أفلام كثير أنت يا لا معاد؟ لا. أه؟ لا معاد، لا ما احضر شيء افلام. طيب حاول انك تشغل عقلك وانا بساعدك شوي. رقم واحد. متاكد رقم واحد؟ متاكد. نثبت على رقم واحد ونشوف باذن الله يكون الحظ حليفك. كده رضا إجابة صحيحة. هذا الفيلم الذي شارك فيه الممثل أحمد حلمي ولعب بطولته بثلاث شخصيات. ألف ألف مبروك يا معاد، 20,000 ريال يمني مقدمة من شركة المحضار للصرافة. معاد ننتقل الآن إلى السؤال العام. سمعت السؤال العام؟ السؤال العام يقول، عبارة عن أبيات شعرية قالها أحد الشعراء: شوقتني المكلة وكيف لا أشتاق، شوقتني المجالس وازدانت الأشواق، هيا عسى بالتلاقي يا فرحة المشتاق. من قائل هذه الأبيات الشعرية؟ هل هو الشاعر أحمد سعيد بوسبعة، أو حسين أبو بكر المحضار، أو حداد بن حسن الكاف؟ حسين أبو بكر المحضار. متأكد؟ متأكد. إن شاء الله تكون إجابتك موفقة، وإن شاء الله يكون حظك موفق. شكرا لك يا معاد. أهلا بمعاد، وأهلا بكل الأشخاص اللي يشاركون معنا في هذه الحلقات من برنامج حية بالمليون، هذا البرنامج التفاعلي الذي تقدمه ويعرض على قناة حضرموت الرسمية. برنامج تفاعلي ويعتبر الأول من نوعه ومن البرامج المميزة التي تنتجها قناة حضرموت الفضائية، والكل معنا كسبان بإذن الله في هذه الحلقة أو في حلقات أخرى. ما عليكم إلا التواصل عبر الأرقام الظاهرة أمامكم أسفل هذه الشاشة، ونذكركم بالأرقام وسؤال الحظ. سوف يكون معنا سؤال الحظ من بين هذه الأسئلة وهذه الأرقام. سؤال الحظ عبارة عن سؤال من غير ما تتعب ومن غير ما تفكر، أول ما تختار الرقم تطلع لك جائزة بقيمة 100,000 ريال يمني مقدمة من راعي هذه المسابقة شركة المحضار للصرافة. إن شاء الله يكون هذا السؤال يعني من حظ أحد المتصلين اللي معانا الآن. معنا عصام، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يا حيا بعصام. أهلا وسهلا فيك. يا أهلا وسهلا بعصام، من فين تكلمنا يا عصام؟ من المكلة. من المكلة. يا حيا وسهلا بعصام سفيان من المكلة. يا عصام تفضل واختار واحد من الأرقام الظاهرة أمامك. 13 إن شاء الله. الرقم 18، نشوف إيش مخبي لك الرقم 18. 13. رقم 18 يقول: يا عصام، ما هو البحر الأكثر دفئا في العالم؟ هل هو البحر الميت، أم البحر الأحمر، أم البحر العربي؟ البحر العربي إن شاء الله. ونشوف. متأكد يا عصام؟ إن شاء الله. إن شاء الله. هذا البحر العربي طبعا اللي هو موجود أو تطل عليه مدينة المكلة صح؟ إن شاء الله. إن شاء فأنت الله. تشوف إنه هذا البحر بحر أدفأ بحر في العالم؟ إن شاء الله. إن شاء متأكد؟ إن شاء الله. نقول إن شاء الله. نثبت على البحر العربي مدام إجابتك أو مدامك متأكد من إجابتك، ونشوف إن شاء الله يكون الحظ حليفك. للأسف إجابتك خاطئة يا عصام. والإجابة الصحيحة هي البحر الأحمر.
مع أنك متأكد كنت يعني بس لا للأسف خاب ظنك. طيب ننتقل للسؤال العام وإن شاء الله يكون الحظ حليفك في هذا السؤال. تفضل واختار. أبو سبعة أبو سبعة أبو سبعة اللي هو الشاعر أحمد سعيد أبو سبعة. نعم نعم. إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة بإذن الله. إن شاء الله. وإن شاء الله يكون الحظ حليفك في السحب الختامي. شكرا لك يا عصام. إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك. معنا اتصال جديد ونقول ألو السلام عليكم، كيفك يا منى؟ الحمد لله بخير. يا أهلا وسهلا بمنى. منى. ألو. عارفت آلية اللعبة صح يا منى؟ طيب اختاري واحد من الأرقام الظاهرة أمامك يا منى. وين؟ القائمة لازالت مليئة بهذه الأرقام. بخير. الحمد لله. إن شاء الله دوم بخير يا منى. طيب يا منى ممكن توطين صوت التلفزيون شوي ولا تسمعينا من التلفزيون، سمعينا من التليفون. أربعة. رقم أربعة، نشوف إيش مخبي لك رقم أربعة وإن شاء الله يكون رقم حظك. من بطل الفيلم المصري عبود على الحدود؟ هو يعني فيلم من أجمل الأفلام المصرية الكوميدية. من هو بطل الفيلم المصري عبود على الحدود؟ هل هو سمير غانم أم علاء ولي الدين أم عادل إمام؟ يلا يا منى. منى. يا منى من هو بطل الفيلم المصري عبود على الحدود؟ هل هو سمير غانم أم علاء ولي الدين أم عادل إمام؟ الثالث. الثاني اللي هو علاء ولي الدين. الثالث. اهدي واختاري واحد من الأسئلة ولا تتسرعين، الثاني ولا الثالث؟ الثالث. نثبت على الثالث. أيوة. نثبت على الثالث ونشوف. أيوة. الإخوة في الكنترول وإن شاء الله تكون إجابتك موفقة. أيوة. للأسف إجابتك خاطئة. بطل الفيلم المصري عبود على الحدود هو الممثل علاء ولي الدين، وهو من أجمل الأفلام المصرية صراحة، وهذا الممثل صاحب شخصية جميلة جدا. طيب يا منى ننتقل للسؤال العام. منى. السؤال العام سمعتيه؟ سمعتي السؤال العام سؤال الحلقة؟ السؤال العام هو عبارة عن بيت شعري لأحد الشعراء الموجودين معنا. يقول البيت الشعري: شوقتني المكلة وكيف لا أشتاق، شوقتني المجالس وازدانت الأشواق، هيا عسى بالتلاقي يا فرحة المشتاق. من هو قائل هذه الأبيات؟ هل هو الشاعر أحمد سعيد أبو سبعة أم حداد بن حسن الكاف أم حسين أبو بكر المحضار؟ حسين أبو بكر المحضار. متأكدة يا منى؟ يلا يا منى. منى فين راحت منى؟ نثبت على حسين أبو بكر المحضار وإن شاء الله يكون الحظ حليفك وإن شاء الله تكون إجابتك صحيحة بإذن الله. كل شكر لك يا منى وشكرا لكل المشاركين اللي يتواصلون معنا، ودائما ما يكون اللقاء بينهم وبين شاشة قناة حضرموت الفضائية لقاء حميمي صراحة. سعداء جدا ومتحمسين أنه نسمع أصواتكم مش في هذه الحلقة بس أيضا في الحلقات والأسابيع القادمة بإذن الله. الأرقام الظاهرة أمامكم يمكنكم التواصل عبرها، ونذكركم أيضا براعي هذه المسابقة مرة أخرى. الراعي هو شركة المحضار للصرافة، ونذكركم أيضا أنه لا زال سؤال الحظ موجود معنا في القائمة ولم يختاره أحد، وبإذن الله يكون من حظ أحد المتصلين القادمين. معنا اتصال جديد نقول ألو السلام عليكم. للأسف يبدو أننا فقدنا هذا الاتصال، لكن لازلنا يعني بإذن الله لازالت الفرصة أمامك، لازالت الفرصة أمامك، وحاولي مرة أخرى وبإذن الله يكون الحظ حليفك. المسابقة تأتيكم كل يوم جمعة مساء عند الساعة 7 بتوقيت محافظة حضرموت، وبإذن الله سوف تكون يعني منافسة شريفة بيننا وبينكم. معنا اتصال من زينب، أهلا وسهلا يا زينب. مساء الخير. ألو السلام عليكم. زينب لو سمحت ممكن توطين التلفزيون شوي وتسمعينا من الهاتف. ألو السلام عليكم. ألو. أيوة يا زينب كيف الحال؟ بخير.
تمام إن شاء الله. الحمد لله. من فين تكلمينا يا زينب؟ مكلة. يا أهلا وسهلا، من فين؟ من أي مكان في المكلة يا زينب؟ من حي الشهيد. يا حي وسهلا بأهل حي الشهيد، الناس الطيبين وأصحاب القلوب البيضة. أهلا وسهلا. طيب يا زينب، اختاري واحد من الأرقام الظاهرة أمامك على الشاشة. زينب ايه؟ الأرقام ذات اللون الأبيض، تفضلي واختاري واحد منها. رقم 10. رقم 10 يا زينب، بنشوف ايش مخبي لك رقم 10. الرقم 10 يقول: ما هي السورة الأطول في القرآن الكريم؟ هل هي سورة النساء أم سورة البقرة أم سورة التغابن؟ أطول سورة في القرآن الكريم. يلا يا زينب. زينب ايوه، عشان الوقت بس ممكن بسرعة سكري التلفزيون أو وطي صوت التلفزيون يا زينب. سورة البقرة. متأكدة يا زينب؟ ايوه. نثبت على البقرة ونشوف إن شاء الله سورة البقرة تكون إجابتك موفقة. إجابة صحيحة ومبروك عليك 20,000 ريال يمني مقدمة من راعي هذه الحلقة وهي شركة المحضار للصرافة. ألف ألف مبروك. وننتقل الآن للسؤال العام. السؤال العام يقول: شوقتني المكلة وكيف لا أشتاق، شوقتني المجالس وازدانت الأشواق، هيا عسى بالتلاقي يا فرحة المشتاق. من هو قائل هذه الأبيات الشعرية؟ هل هو الشاعر أحمد سعيد بو سبعة أو الشاعر حداد بن حسن الكاف أو الشاعر حسين أبو بكر المحضار؟ يلا يا زينب. يلا يا زينب عشان الوقت. زينب يلا عشان الوقت حاولي بسرعة تختارين واحد من هذه الخيارات. في متصلين أكيد منتظريننا يا زينب، لو تاخدين وقتهم. هلا قلتي إيش؟ محضار. نثبت على المحضار وإن شاء الله تكون إجابتك موفقة يا زينب. شكرا لك. محضار. شكرا لك يا زينب، أهلا وسهلا. معنا اتصال جديد وخديجة، نقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا أهلا وسهلا بخديجة صالح. أيوة. يا خديجة تفضلي واختاري واحد من الأسئلة الموجودة أو من الأرقام التي خلفها، أسئلة التي موجودة. 13. رقم 13، نشوف إيش مخبي لك الرقم 13. مبروك، ألف 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 مبروك، ما شاء الله رقم الحظ، مبروك ألف مبروك، ربحتي 100,000 ريال يمني مقدمة من شركة المحضار للصرافة راعي هذه المسابقة. ألف ألف مبروك يا خديجة صالح من المكلة، عليك الصندوق الحظ والجائزة الذهبية هي 100,000 ريال يمني مقدمة من مسابقة حيا بالمليون ومن راعي هذه الحلقة شركة المحضار للصرافة. سعداء، أكيد سعيدة بهذه الجائزة. أبو سبعة. أكيد سعيدة بهذه الجائزة. أيوة أولك. أيوة. حظك ما شاء الله تبارك الله، وإن شاء الله يكون حظك دائما موفق وإلى الإمام. سؤال الأسبوع إيش قلتي أو السؤال العام إيش الإجابة؟ أبو سبعة. الشاعر أحمد سعيد أبو سبعة، إن شاء الله يكون حظك موفق معنا أيضا في ختام هذه الحلقة وفي السحب. مبروك ألف ألف مبروك وشكرا على المشاركة والاتصال. شكرا لك. مشاهدينا الأعزاء، رقم الحظ كان الرقم 13، جاوبت عليه المتصلة اللي كانت معنا، والحظ موجود إن شاء الله ولا زالت الجوائز موجودة، ما عليكم إلا المحاولة والاتصال أكثر من مرة، لأنه أكثر الأشخاص يقولون إنه الخط ما يمسك معهم بسرعة، لكن نقول لهم حاولوا لأنه الخطوط تكون دائما مشغولة وتكون دائما يعني زحمة عليها، لكن نقول لهم حاولوا أول مرة وثاني مرة وبإذن الله يكون الحظ حليف الجميع. معنا سميحة، نقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا يا سميحة. أهلا وسهلا. كيف حالك يا سميحة؟ الحمد لله تمام. من فين يا سميحة؟ من المكلة. من أي مكان في المكلة؟ من الحارة. من حي الحارة، يا أهلا وسهلا بسميحة وأهلا وسهلا بأهل المكلة جميعا. يا سميحة تفضلي واختاري واحد من الأرقام اللي موجودة أمامك. رقم 3. رقم 3، نشوف إيش يقول رقم 3. الرقم 3 يقول: ما هو مفرد كلمة مزايا؟ هل هو مزية أم مزيات أم مزازة؟ مزية.
مزيزة مزية نثبت على مزية وإن شاء الله تكون إجابتك موفقة. نشوف الكنترول. ألف ألف مبروك، إجابتك صحيحة ومبروك عليك 20,000 ريال يمني مقدمة من راعي هذه المسابقة وهي شركة المحضار للصرافة. ننتقل الآن للسؤال العام. تفضلي. السؤال يقول: شوقتني المكلة وكيف لا أشتاق، شوقتني المجالس وزدانة الأشواق، هيا عسى بالتلاقي يا فرحة المشتاق. من هو قائل هذه الأبيات الشعرية؟ هل هو الشاعر أحمد سعيد بسبعة، أو الشاعر حداد بن حسن الكاف، أو الشاعر حسين أبو بكر المحضار؟ الشاعر حسين أبو بكر المحضار. إن شاء الله تكون إجابتك موفقة وإن شاء الله يكون حظك موفق معنا في نهاية الحلقة. مشاهدينا الأعزاء مستمرين معكم في مسابقة حية بالمليون، لكن بعد الفاصل. هذه الحلقة برعاية شركة المحضار للصرافة. عدنا إليكم مجددا بعد هذا الفاصل الإعلاني، وعدنا لكل محبينا. ثواني بس، فصلتنا منكم لكننا افتقدناكم ووحشناكم، أو وحشناكم كثير، وحشتنا أصواتكم أيضا. نستقبل اتصالاتكم عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، ولا زالت القائمة مليئة بالأرقام. ونذكر المشاهدين الأعزاء بسؤال الأسبوع. سؤال الأسبوع هو بيت شعري يقول: شوقتني المكلة وكيف لا أشتاق، شوقتني المجالس وزدانت الأشواق، هيا عسى بالتلاقي يا فرحة المشتاق. من هو قائل هذه الأبيات الشعرية؟ هل هو الشاعر أحمد سعيد بسبعة، أو الشاعر حداد بن حسن الكاف، أو الشاعر أبو بكر حسين أبو بكر المحضار؟ طبعاً زي ما ذكرنا وقلنا مسبقاً أنه شاعر هذه الأبيات هو من أبناء مدينة المكلة، وأحد الأشخاص اللي كانوا لهم بصمات ولمسات وأبيات شعرية جميلة، وتغنوا أيضاً في مدينة المكلة وأحد مقادمتها، وهو أيضاً من سكان هذه المدينة، يعني تنفس هواءها. ويعني نقول لكم إيش، بسطنا لكم وسهلنا لكم، وإن شاء الله يعني تكون الفكرة وصلت لكم، ووصلت لكم أيضا. معنا اتصال جديد، نقول ألو. السلام عليكم. أيوة أهلا وسهلا. وحيدة؟ أيوة. كيفك يا وحيدة؟ الحمد لله. يا أهلا وسهلا فيكي. وحيدة أول مرة تتصلين على البرنامج ولا؟ لا، هذه ثاني مرة، بس ما ربحت أول مرة. يعني إن شاء الله يكون هذه المرة الحظ حليفك بإذن الله. إن شاء الله. بإذن الله يا وحيدة، لكن ركزي شوي وبإذن الله يكون حظك موفق. إن شاء الله. طيب اختاري واحد من الأرقام الظاهرة أمامك على الشاشة. نقول 19. رقم 19، نشوف إيش مخبي لك رقم 19 يا وحيدة. الرقم 19 يقول: من هو عميد الأدب العربي؟ طاحسين. هل هو عبد العزيز المقالح، أم مصطفى العقاد، أو طه حسين؟ طه حسين. هذه أسماء كلها يعني على الرأس والعين وأسماء معروفة، لكن من هو أدي عميد الأدب العربي؟ أنت ذكرتي وقلتي طه حسين. نشوف ونثبت على طه حسين وإن شاء الله تكون إجابتك موفقة يا وحيدة. أيوة إجابتك صحيحة، طه حسين هو عميد الأدب العربي. مبروك عليك 20,000 ريال يمني مقدمة من تلفزيون حضرموت وراعي هذه المسابقة شركة المحضار للصرافة. ألف ألف مبروك. ننتقل الآن للسؤال العام. أيوة. سمعت السؤال العام؟ أيوة. شوقتني المكلة وكيف لا أشتاق، من هو قائل هذه الأبيات؟ المحضار. ذكرنا وقلنا أنه قائل هذه الأبيات هو من أبناء مدينة المكلة الذين عشقوا هذه المدينة وتنفسوا هواءها، وأحد مقادمة هذه المدينة شاعر معروف له أبيات شعرية كثيرة يمتدح فيها مدينة المكلة. تفضلي يا وحيدة اختاري من هو. هل هو أحمد سعيد بسبعة، أو حداد بن حسن الكاف، أو حسين أبو بكر المحضار؟ يلا يا وحيدة عشان الوقت. بس المحضار، أنا قلت المحضار. أنت مصرة على المحضار؟ نثبت على المحضار وإن شاء الله حسين أبو بكر المحضار. هلا أنت خلاص مثبت على المحضار، نثبت على المحضار وإن شاء الله تكون إجابتك موفقة وصحيحة. كل الشكر لك، ونستلم اتصال جديد ومعنا فاطمة. نقول ألو. السلام عليكم.
أهلا وسهلا يا فاطمة. أيوة. من فين تكلمينا يا فاطمة؟ من المكلة. يا حي وسهلا بفاطمة. طيب يا فاطمة، مدام إنك من المكلة إن شاء الله يعني تكون عندك معلومات قيمة عن شاعر هذه أو السؤال العام وشاعر هذه الأبيات. بداية وقبل أن ننتقل للسؤال العام، اختاري واحد من الأرقام اللي موجودة معك على القائمة. 9. رقم 9. أيوة. نشوف رقم 9 إيش مخبيلك. أه؟ رقم 9 يقول: أين توجد ساعة بيج بن؟ هل توجد في أمريكا أم المكسيك أم لندن؟ ساعة بيج بن، الساعة المشهورة الكبيرة في مدينة الضباب. وين موجودة مدينة الضباب؟ ما بغينا نتوهك، لكن هل توجد هذه الساعة في أمريكا أم المكسيك أم لندن؟ تفضلي بسرعة يا فاطمة لو سمحتي عشان الوقت. لندن. نثبت على لندن ونشوف، وإن شاء الله يكون الحظ حليفك. نشوف الإخوة في الكنترول. لندن إجابة صحيحة، ساعة بيج بن توجد في لندن. إن شاء الله تكون هذه المعلومة ثبتت في راسك، وإن شاء الله لو مر السؤال عليك مرة أخرى جاوبين بكل سرعة وسهولة. ننتقل الآن للسؤال العام. تفضلي يا فاطمة، السؤال العام هو عبارة عن أبيات شعرية لأحد الشعراء أبناء مدينة المكلة. يقول هذا البيت الشعري: ذكرتني شوقتني المكلة وكيف لا أشتاق، شوقتني المجالس وازدانت الأشواق، هيا عسى بالتلاقي يا فرحة المشتاق. من قال هذه الأبيات؟ هل هو أحمد سعيد بو سبعة، أو حداد بن حسن الكاف، أو حسين أبو بكر المحضار؟ حسين المحضار. متأكدة؟ أيوة. نثبت وإن شاء الله تكون إجابتك موفقة. معنا اتصال جديد، ومعنا خديجة صالح من المكلة. أهلا وسهلا يا خديجة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. خديجة كيف الحال؟ الحمد لله. يا خديجة تفضلي واختاري واحد من الأرقام اللي موجودة، يعني القائمة تقريبا سبرت كلها خلاص تختفي، بس باقي أربعة أرقام معنا وأربعة أسئلة. تفضلي واختاري أحد هذه الأسئلة. رقم 8. الرقم 8، نشوف إيش مخبيلك الرقم 8. الرقم 8 يقول: أين توجد أعلى نافورة ارتفاعا في العالم؟ هل توجد في جدة أو الحديدة أو عدن؟ أطول نافورة في العالم معروفة، هل في جدة أو الحديدة أو عدن؟ يلا يا خديجة بسرعة، يلا يا خديجة عشان الوقت. في جدة. جدة. نثبت على جدة ونشوف، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. مبروك، ألف ألف مبروك، 20,000 ريال يمني مقدمة من تلفزيون حضرموت، وحية بالمليون. وأيضا راعي هذه المسابقة شركة المحضار للصرافة. ننتقل الآن للسؤال العام. يلا بسرعة. إيش السؤال العام كلمة؟ السؤال العام هي أبيات شعرية تقول: شوقتني المكلة وكيف لا أشتاق، شوقتني المجالس وازدانت الأشواق، هيا عسى بالتلاقي يا فرحة المشتاق. من قال هذه الأبيات؟ هل هو الشاعر أحمد سعيد بسبعة، أو حداد بن حسن الكاف، أو الشاعر حسين أبو بكر المحضار؟ أحمد سعيد بسبعة. بسبعة، الشاعر أحمد سعيد بسبعة. نثبت وإن شاء الله تكون إجابتك موفقة، وإن شاء الله يكون حظك موفق معنا في ختام هذه الحلقة. معنا اتصال جديد، نقول ألو، السلام عليكم. نبيل. أيوة. أهلا وسهلا يا نبيل. حياك ربي. كيف الحال؟ والله زين الحمد لله. من فين يا نبيل؟ أنا الآن في المهرة. من فين؟ في حسوين. المهرة. من المهرة. يا أهلا وسهلا بنبيل من المهرة. طيب يا نبيل تفضل واختار واحد من الأسئلة اللي موجودة أو الأرقام اللي موجودة أمامك. أيوة حياك. اختار واحد من الأرقام معك. رقم 1 و6 و17. اختار واحد من هذه الأرقام يا نبيل. نبيل. أيوة رقم 4. رقم كم؟ حاول يا نبيل توطي صوت التلفزيون شوي. رقم 6. حاول توطي صوت التلفزيون ونشوف إيش مخبي لك الرقم 6 يا نبيل. الرقم 6 يقول: من بطل كأس الأمم الأفريقية لهذا العام 2022؟ هل هو الكاميرون أم مصر أم السنغال؟ رقم 6. ها؟ نبيل. أيوة. لو سمحت التلفزيون يأخر شوي، ممكن توطي صوت التلفزيون؟ نبيل. أيوة. من هو بطل كأس الأمم الأفريقية لهذا العام؟ هل الكاميرون أم مصر أم السنغال؟ مصر. متأكد يا نبيل؟
حاول توطي الصوت يا نبيل. نثبت على مصر ونشوف إن شاء الله يكون الحظ حليفك. نثبت على مصر ونشوف. للأسف يا نبيل السنغال هو بطل كأس الأمم الأفريقية لهذا العام 2022. للأسف يا نبيل ما كان حظك موفق معنا، لكن ننتقل للسؤال العام ونشوف بإذن الله يكون حظك موفق في السحب الختامي. تفضل يا نبيل. عيال. من قائل هذه الأبيات؟ شوقتني المكلة وكيف لا أشتاق، شوقتني المجالس وازدانت الأشواق، هيا عسى بالتلاقي يا فرحة المشتاق. هل هو الشاعر أحمد سعيد بوسبعة أو الشاعر حداد بن حسن أو الكيف أو الشاعر حسين أبو بكر المحضار؟ المحضار. نثبت على المحضار وإن شاء الله تكون إجابتك موفقة وإن شاء الله يكون حظك موفق معنا. شكرا لك يا نبيل. يلا معك. أهلا وسهلا. لا زال معنا رقمان وسؤالان. نستقبل اتصال جديد من عمار نقول له السلام عليكم. السلام. يا أهلا وسهلا بعمار، من فين تكلمنا يا عمار؟ المكلة. يا حي بعمار، عصام من المكلة. عمار معك الرقم 1 والرقم 17. 1. نشوف إيش مخبي الرقم 1 لعمار. الرقم 1 يقول: ما هي عاصمة المغرب؟ هل هي الرباط أم نواكشوط أم مراكش؟ الرباط. نثبت على الرباط وإن شاء الله تكون إجابتك موفقة. أيوة. شوف إجابتك صحيحة، الرباط، ومبروك عليك 20,000 ريال يمني مقدمة من تلفزيون حضرموت وراعي هذه المسابقة شركة المحضار للصرافة. ننتقل الآن للسؤال العام يا عصام. أيوة. السؤال العام هي أبيات شعرية لأحد الشعراء. تقول هذه الأبيات: شوقتني المكلة وكيف لا أشتاق، شوقتني المجالس وازدانت الأشواق، هيا عسى بالتلاقي يا فرحة المشتاق. من هو هذا الشاعر؟ هل هو أحمد سعيد بوسبعة أو الشاعر حداد بن حسن الكاف أو الشاعر حسين أبو بكر المحضار؟ أحمد سعيد بوسبعة. نثبت على أحمد سعيد بوسبعة وإن شاء الله يكون حظك موفق معنا وإجابتك موفقة بإذن الله. انتظر إلى ختام هذه الحلقة وبإذن الله تكون أو تكون أو غيرك يكون أحد يعني الفائزين معنا في السحب الختامي في ختام هذه الحلقة. تبقى معنا آخر سؤال ومن سيكون آخر متصل معنا. ماهر. ماهر من الرياض. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا أهلا وسهلا بأهل الرياض، كيفك يا ماهر؟ الله يحييك بخير. الله يسعدك يا ماهر. يعني ماهر معك أنت حظك ما شاء الله اليوم، آخر رقم في القائمة معنا كان من حظك. طيب يا ماهر تتفرج دائما وتتفاعل مع برنامج حي بالمليون. نعم. إن شاء الله اليوم يكون حظك يعني الحظ حليفك وإن شاء الله تكون من الأشخاص الفائزين معنا في القرعة النهائية. بداية نشوف إيش مخبي لك الرقم 17 يا ماهر. أتفضل. الرقم 17 يقول: ما هو السائل الذي يخلو تماما من السعرات الحرارية؟ هل هو الماء أو الحليب أو العسل؟ هو سائل يخلو تماما من السعرات الحرارية، هل هو الماء أو الحليب أو العسل؟ طبعا كل هذه الأشياء اللي ذكرناها طبيعية، لكن البعض منها يخلو تماما أو واحد منها يخلو تماما من السعرات الحرارية. تفضل يا ماهر. الماء. نثبت على الماء ونشوف يا ماهر إن شاء الله يكون إجابة أو تكون إجابة صحيحة. إن شاء الله. إجابتك صحيحة يا ماهر، مبروك عليك 20,000 ريال يمني مقدمة من تلفزيون حضرموت وراعي هذه المسابقة شركة المحضار للصرافة. ننتقل الآن يا ماهر إلى السؤال العام. سمعت السؤال العام يا ماهر؟ الشاعر أحمد سعيد بوسبعة. الشاعر أحمد سعيد بوسبعة، إن شاء الله يكون الحظ حليفك وإن شاء الله تكون إجابتك أيضا صحيحة. كل الشكر لك يا ماهر. مشاهدينا الأعزاء انتهت هذه القائمة المليئة بالأرقام. الآن لم يتبقى لنا إلا الفقرة الختامية وهي السبع أو السحب النهائي على 3 جوائز قيمة مقدمة من راعي هذه الحلقة. الآن ننتقل وإياكم إلى فاصل إعلاني ونعود مجددا. هذه الحلقة برعاية شركة المحضار للصرافة. عدنا إليكم ووصلنا إلى اللحظة الحاسمة، اللحظة التي نعلن فيها عن السحب وأيضا نعلن فيها عن الإجابة الصحيحة للسؤال العام.
بداية مشاهدينا الأعزاء نذكركم بالسؤال العام واللي كان أو جاوب عليه كل متصل، لكن للأسف لم يصب في هذا السؤال غير تقريبا ستة أشخاص أو خمسة أشخاص هم اللي جاوبوا على هذا السؤال بإجابة صحيحة وصائبة. مرة أخرى نذكركم بسؤال الحلقة والسؤال العام، السؤال هو بيت شعري لأحد شعراء محافظة حضرموت ومدينة المكلا. يقول البيت الشعري: شوقتني المكلا وكيف لا أشتاق، شوقتني المجالس وازدانت الأشواق، هيا عسى بالتلاقي يا فرحة المشتاق. شاعر هذه الأبيات هو الشاعر أحمد سعيد بوسبعة، وذكرنا أن الشاعر كان من أبناء المكلا الذين عاشوا في هذه المدينة وعشقوها ويعني تنفسوا هواءها، وهذا الشاعر له أبيات جميلة جدا يمتدح فيها مدينة المكلا وجعلها محببة للجميع. فهذا كان السؤال أو الخيار الصحيح، الشاعر أو شاعر هذه الأبيات هو الشاعر أحمد سعيد بوسبعة، وللأسف زي ما ذكرنا وقلنا أنه الأشخاص قليل جدا، ودائما نحذر أنه يعني مش أي شخص يجاوب على السؤال العام يعني هو الصح، لا، تيقنوا وحاولوا أنكم تركزون شوي. الآن زي ما ذكرنا وقلنا وصلنا للحظة المرتقبة، لحظة السحب على ثلاث جوائز قيمة مقدمة من تلفزيون حضرموت وحية بالمليون وراعي هذه الحلقة شركة المحضار للصرافة. طبعا الآن نخلط الأوراق لكي نختار من هم سعداء الحظ الثلاثة. بداية نبدأ من الجائزة الأولى وهي 75,000 ريال يمني، والجائزة الثانية 150,000 ريال يمني، والجائزة الكبرى 300,000 ريال يمني مقدمة من راعي هذه الحلقة وهي شركة المحضار للصرافة. الآن نختار أول فائز أو فائزة معنا، نفتح الأوراق. هذا الفائز على 75,000 ريال يمني، خديجة صالح يسلم بن جوهر من المكلا، ألف ألف مبروك، 75,000 ريال يمني يا خديجة. الرقم أو الاسم الآخر نشوف ونخلط الأوراق عشان وقت الحلقة، وهذا الفائز ب 150,000 ريال يمني هو خديجة صالح أبو بكر الحنشي من المكلا، 150,000 ريال يمني مبروك، ألف ألف مبروك يا خديجة. ما شاء الله، الأولى خديجة والثانية خديجة، الثالثة نشوف من هو سعيد أو سعيدة الحظ هذه اللحظة اللي يعني الكل يكون متحمس فيها، لأنه صراحة الجائزة كبيرة وهي 300,000 ريال يمني مقدمة من راعي الحلقة شركة المحضار للصرافة. سعيد الحظ أو سعيدة الحظ، سعيد الحظ هو ماهر صلاح ناصر بامندود من الرياض، ألف ألف مبروك يا ماهر. ماهر كان آخر متصل معنا وقد ربح 300,000 ريال يمني مقدمة من راعي هذه الحلقة. ألف ألف مبروك لكل المشاركين معنا، والكل أكيد ربحان وكسبان مع قناة حضرموت وحية بالمليون. ونذكركم مرة أخرى أن راعي هذه الحلقة كان شركة المحضار للصرافة. مشاهدينا الأعزاء وصلنا لختام هذه الحلقة، خالص تحياتي أنا على مثقال وطاقم العمل في برنامج حية بالمليون، انتظرونا الأسبوع القادم ودمتم في أمان الله.